السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي مع درس جديد من دروس القواعد الإملائية. النهاردة هنتكلم عن الألف اللينة وهمزة القطع. هنشوف كده أولاد. قال لي طبعا الألف اللينة قد تأتي في الحروف أو في الأسماء أو في الأفعال. تعالى كده زي ما هنشوف، اول مثال بيقول لي هدى فتاة مهذبة. طب يا ترى كده قلنا الالف اللينة موجودة في كلمة هدى. المثال الثاني، هذه قضايا معقدة. ها الالف اللينة موجودة في كلمة قضايا. يبقى خد بالك، بص كده، في هدى الالف اللينة كتبت ازاي؟ تشبه الياء. اما في كلمة قضايا فكتبت الف لينة ولكن في صورة ايه؟ مثل الالف، يعني واقفة، مش اللي هي مثل الياء. طب تعال نشوف المثال الثالث، دعا المؤمن بالخير. الالف اللينة في كلمة دعا، وبرده هنا مرسومة كأنها الف بدون ياء. اذهب الى المدرسة صباحا، الالف اللينة في كلمة الى. يبقى احنا زي ما شفنا كده في المثال الاول والثاني جاءت في الاسماء، في المثال الثالث كانت في الفعل دعا، في المثال الاربعة جاءت الالف اللينة في الحرف جر الى. تعالوا كده نشوف الألف اللينة بتكتب في أنهي حالات. أول حاجة زي ما قلنا في الأسماء. طيب بيقول لي إذا كانت الألف ثالثة وأصلها ياء بترسم على ياء، يعني لو عندي اسم مكون من ثلاث حروف الحرف الثالث ألف لينة بتتكتب ألف لينة بس بتتكتب في صورة الإيه؟ الياء، كأنها زي الياء كده. طيب دي أول حالة. تاني حالة بيقول لي إذا كانت أصلها واو ترسم ألف، يعني لو أصل الألف اللينة دي واو بترسم إيه؟ بترسم ألف. طب أنا أعرف أصلها إزاي؟ هات إذا كانت الاسم بتاعها حاول تجيب منها الفعل المضارع، يعني زي مثلا علا، ممكن أقول علا الفعل المضارع بتاعها يعلو، فهنا أصل الألف إيه؟ واو. طالما أصل الألف واو بتتكتب ألف عادية معايا كده. طيب دنا يدنو، يبقى اصل الالف واو فتكتب الف زي ما احنا شايفين الالف اللينه بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. تمام. في كلمه هدى كمان يا اولاد نجيب اصلها هدى، من لو جبنا المضارع منها هتكون يهدي، يبقى زي اصل الالف ياء فبرضه هترسم الف لينه اللي هي على الياء، وزيها كلمه جرى اصلها ايه؟ يجري، يبقى برضه اصلها ياء فتكتب بنفس الشكل. تمام. يبقى لو اصل الالف ياء بتكتب كأنها ألف لينة بنفس صورة الياء، أما إذا كان أصل الألف واو بترسم ألف زي ما هي. طيب تالت حالة بيقولي إذا كانت الألف رابعة فأكثر فإنها ترسم ياء. يبقى إحنا عندنا قاعدة، لو كانت الألف رقم ثلاثة أو الحرف الثالث في الكلمة فبيكون وأصلها ياء فبتكتب الألف اللينة بنفس الصورة كما في المثال الأول، لكن إذا كان الألف رقم أربعة في الكلمة في عدد أحرف الكلمة فأكثر من ذلك أربعة أو أكثر فترسم ياء، زي بشرى. جميل. تمام. وإذا كانت قبلها ياء فإنها ترسم ألف، زي مثلا كلمة دنيا، هنا كلمة دنيا قبل الألف في إيه؟ ياء، فهنا هترسم الألف ألف عادية زي ما هي. بيقول يا أولاد إذا جاءت في اسم أعجمي فإنها ترسم ألف، زي كلمة فرنسا أوروبا فتكتب هذه أو هذا الحرف يكتب في سورة ألف. ثانيا الأفعال، بيقول لي بتكتب الألف اللينة في الأفعال أو في الحالات التالية. الواو في الفعل المضارع، يعني زي ما قلنا كده يدعو، لو هحولها لفعل ماضي هقول دعا، دعا ألف لينة ولا اللي هي اللي بترسم عليها ولا الألف، أشوف الأصل بتاعها، لو أصلها زي ما قلنا واو يبقى هترسم إيه؟ ألف. زي كده يدعو هتحول لألف لينة هتكتب ألف بالشكل ده هتبقى دعا. بيقول يا اولاد لو كانت ياء المد في نهايه الفعل المضارع زي يمشي يجري، طبعا في تحويلها انت تحويلها لفعل ماض هتكتب الف لينه بنفس الشكل اللي هي تشبه الياء، زي ما قلنا يمشي يجري هنا ده مد بالياء، يبقى في الحاله دي تكتب الالف اللينه على شكل الياء زي ماشي. طب ثالثا الحروف، بيقول لي بترسم ياء في الحروف زي الى على حتى، وترسم ألف في بقية الحروف زي ما لا. يبقى احنا عندنا الحروف ملهاش قاعدة ثابتة، احنا عارفين الحروف زي حروف الجر إلى وعلى وحتى اللي هي حرف النصب بترسم ألف لينة بالشكل اللي احنا شايفينه، وإذا كان طبعا في حروف النفي ما أو لا فبترسم زي ما احنا شايفينها ألف واقفة كده.
القاعدة بتاعتي بتقول ايه؟ الألف اللينة هي ألف ساكنة مفتوح ما قبلها في آخر الكلمة، وترسم هكذا زي ما احنا شايفين، أو ياء مثل دعا وهدى. طيب تعالى كده نشوف التدريب اللي قدامنا. حدد الكلمة التي اشتملت على ألف لينة ثم بين سبب رسمها بهذه الطريقة. ارتقى المؤذن درجات المئذنة، يحيا الناس بالحب. فكر كده في إجابة السؤال، وإحنا مستنين إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. طيب تعالى كده مع بعض سؤال متفوقين. أكمل كل جملة بكلمة تنتهي بألف لينة. نقط المغامر الجبل. رقم 2 سنحقق نهضة نقط. فكر كده في إجابة السؤال، وإحنا مستنين إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. هنتكلم يا اولاد عن همزه القطع. بعد ما اتكلمنا عن الالف اللينه وشكلها، هنتكلم عن همزه القطع. قال لي عشيني بعض الامثله كده، تعالى نتعرف عليها. الاول قال لي طبعا همزه القطع قد تاتي في الاسماء او في الافعال او في الحروف. تعالى نشوف امثله. بيقول لي اثار بلدي كثيره. فين الكلمه اللي فيها همزه؟ اثار، ودي همزه مد. جميل. وقال لي هنا طبعا اثار ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ ده اسم. أيمن تلميذ مجتهد. همزة القطع في كلمة أيمن. أيوة. طبعا ده من الأسماء. ده اسم علم. أنت تلميذ نشيط. همزة القطع في كلمة أنت وأيضا من أمين الأسماء. إسلام يشاهد المهرج في السيرك. عندي هنا برضو همزة القطع، بس جت هنا مكسورة فهي كتبت أسفل الألف، فبيقولي برضو همزة قطع وبتكون في الاسم. أذهب إلى المدرسة صباحاً. عندي الهمزة هنا في كلمة أذهب وإلى. قال لي طبعاً أذهب ده فعل وإلى ده حرف. أخذ المجتهد الجائزة. قال لي همزة القطع في كلمة أخذ من الأفعال. أذاكرت دروسك. هنا فين الهمزة اللي عندي؟ في همزة الاستفهام اللي هي في أول الفعل، وده من الحروف. طيب يا ترى ايه طريقة رسم همزة القطع؟ قد ترسم فوق الألف مثل أحمد، أو تحت الألف لو كانت مكسورة مثل إيمان وإسلام زي ما قلنا، أو قد تكون ممدودة اللي هي همزة المد مثل آدم وآثار زي ما احنا خدناها في الأمثلة اللي فاتت. القاعدة بتاعتي أن همزة القطع هي همزة بتكتب وتنطق سواء كانت في بداية الكلام أو في وسطه. يبقى همزة بتكتب وتنطق سواء في البداية أو في الوسط. أكمل الجمل التالية بكلمات تبدأ بهمزة قطع. سافرت نقط قريتي، يجب أن نقط على التفوق. فكر كده في الإجابات، وإحنا مستنين إجاباتكم في التعليقات. طيب تعالى كده نشوف مع بعض سؤال متفوقين. ضع دائرة حول الخطأ الإملائي ثم صوبه. أعظم الرجال أبي. فكر كده في إجابة السؤال، وإحنا مستنين إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.